أول بيت وضع للناس في الأرض حظي بالتعظيم منذ أن رفع قواعده إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام بأمر من الله عز وجل، فلم تنل بقعة في الدنيا ما نالته الكعبة المشرفة من المحبة والتقديس، فإلى شطرها تولي وجوه المصلين وإلى رحابها تهوي أفئدة المشتاقين، يقصدها المسلمون من كل فج عميق حتى أصبحت منارة الإسلام وشعار الدين، فتنافس على تعظيمها والتشرف بكسوتها الملوك والأمراء منذ قديم الزمان، فكسوتها من أهم مظاهر الاهتمام والتشريف والتبجيل للبيت الحرام، وتاريخها جزء من تاريخ الكعبة المشرفة نفسها. إن أبرز ما يميز الكعبة عن غيرها الكسوة السوداء المطرزة بالخيوط الذهبية والنقوش القرآنية بلون ماء الذهب. تصنع كسوة الكعبة المشرفة من الحرير الطبيعي الخالص المصبوغ باللون الأسود المنقوش عليه عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله وعبارة الله جل جلاله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويا حنان يا منان، كما يوجد تحت الحزام على الأركان سورة الإخلاص مكتوبة داخل دائرة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية، وتشتمل الكسوة أيضا على ستارة باب الكعبة المزينة بآيات قرآنية وزخارف إسلامية ومطرزة تطريزا بارزا مغطى بأسلاك الفضة المطلية بالذهب. تستبدل كسوة الكعبة مرة كل عام خلال أداء فريضة الحج وبعد أن يتجه الحجاج إلى صعيد عرفة، حيث يتولى سدنة بيت الله الحرام غسل وكسوة الكعبة لاستقبال الحجاج في صباح يوم عيد الأضحى المبارك.